واحنا لما نتحدثوا على الانتخابات هو استحقاق وطني واستحقاق دستوري، وموقف جبهة التحرير الوطني واضح انه احنا في عام تاع انتخابات الاصل فيه انه ما نمشيو الانتخابات الا بتنقيط المناخات السياسيه. احنا ما نحبوش نكون بخطابك الارمون ونقيم يعني نعملوا فزاع ونعملوا كذا، مش هذا، لكن بلاست الاستاذ رشد الغنوشي مش الحبس، بلاست اليوم مع عائلته بين افراد عائلته مع بين احبابه بين اصدقائه. حركه النهضه هي حزب علني قانوني يخدم في اطار الشرعيه، متمسك بوجوده القانوني، متمسك بحقه في انه يمارس معناها دوره الوطني. الوقفات الاحتجاجية لجبهة الخلاص الوطني متواصلة والشعارات أيضا ماشية وتزيد، مع شعبنا الشعار الأساسي وهو إطلاق سراح المساجين السياسيين، بل أيضا شفنا المطالب بانتخابات حرة ونزيهة وأيضا إلغاء المرسوم 54. لكن يبدو أن السلطة غير مبالية بالتحركات الاحتجاجية بتاع جبهة الخلاص وأيضا بالمطالب المرفوعة. شوف، احنا يهمنا أن تبالي أو لا تبالي، ولكن بصفة عامة على فرض أنها لا تبالي، هذا مش بشي غير حاجة كبيرة، باعتبار احنا ندافعوا على قضية عادية، باعتبار ندافعوا على حاجة هي لمصلحة تونس ومصلحة التوانسة كليك، سواء كان معناها المرسوم هذا سيء الذكر اللي هو اليوم سيف مسلط على رقاب التونسيات والتونسيين شيبا وشبابا من مدونين ومن صحافيين ومن معناها سياسيين ومعارضين وما إلى ذلك، سواء كان يعني معناها المطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين اللي هم معتقلين بسبب أنشطتهم السياسية وموقفهم السياسية ولأسباب سياسية. وإحنا لما نتحدثوا على الانتخابات هو استحقاق وطني واستحقاق دستوري، وموقف جبهة التحرير الوطني واضح أنه إحنا في عام تاع انتخابات الأصل فيه أنه ما نمشيو الانتخابات إلا بتنقيط المناخات السياسية، وعلى رأس الطلبات في هذا هو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، معنا سواء كانوا معنيين بالترشح او عدم او غير معنيين بالترشح، في النهايه هم مواطنين توانسه، ولما نقولوا انتخابات معناها هي اذا حبوها نزيهه وشفافه وديمقراطيه معناها تتم في اجواء ديمقراطيه اللي هي حاليا مفقوده. اما ما ثمش تغيير في خطاب الجبهه او في لهجه الجبهه او في سقف معناها الخطاب نتاع الجبهه، هو نفسه الجبهه، خطها السياسي هو نفسه، هي تناضل من اجل غلق معناها قوس هذه المرحله، معناها اللي هي تتسم معناها بالقمع وتتسم بالتضييق على الحريات وتتسم بتقسيم بخطاب يقسم توانسة، وأيضا معناها ما عادش عندنا فصل بين السلطات ولات وظائف، والسلطة كلها مركزة في عند جهة واحدة في يد واحدة، وتبين باللي الجهة هذه ما تمتلكش عصا سحرية وأنها ما صنعتش المعجزات ما عدا الهندسة الدستورية اللي تمت. الباقي كله النتائج واضحة لدى الجميع بأنها مخيبة الأمال وأقل بكثير من المأمول، بل هي معنا يعني ما احناش نراو في إنجازات للتوانسة، خاصة كي نشوفوا المعيشة والغلاء والتضخم معنا وفقدان المواد الأساسية والوضعية متاع الاستثمار، وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، معنا يعني الحالة كل معنا منظومات الإنتاجية كلها، هذا بطبيعة الحال يجعل أنه انتخابات تكون فرصة باش تفتح افق سياسي للبلاد، الانتخابات تكون فرصه باش تقدم افكار جديده وحلول جديده. انا ما نحبش اللي يبيع الوهم، ما نحبش اللغه الخشبيه، واصلا لن معناها يعني نؤيد اي خطاب يبيع الوهم للتوانسه، لكن الانتخابات يمكن ان تكون معناها فرصه، اما اذا تكون هي حاجه اخرى، اذا تكون هي معناها تشريع للوضع الحالي والاستمرار الوضع الحالي، جبهة الخلاص ماهيش معنية مش معنية بهذا، فهمتني؟ ومازال الأمل قائم، احنا ما احناش من الناس اللي يأسين ولا نقولوا البلاد معناها يعني مقدامة كان لا قدر الله الظلمات، صحيح تعيش أزمة كبيرة معناها في زنقة البلاد، لكن يبقى ديما بإرادة التونسيات والتونسيين، بتضافر الجهود، بوحدة الكلمة، بوحدة الصف، بضبط معناها علمي وترتيب سليم للأولويات، قادرين باش نخرجوا من الأزمة هذه وخرجنا مما هو أصعب منها وأسوأ منها، وما هو شي حاجة مستحيلة على التوانسة. باعتبارك قيادي في حركة النهضة، خلينا نسأل اليوم على حال حركة النهضة في ظل الإيقافات اللي قاعدة تستهدف القيادات متاعها، فالعدد متاعها مجون وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في عدد من القيادة متاعها، وآخرها القيادي الونيسي. شوف، منظر الونيسي في تقديري الخاص وفي تقديرنا في حركة النهضة هو إنسان مظلوم، ربي يفرج عليه، وضعيته الصحية وضعية تدعو معناها الكثير من الانشغال والقلق،
والحزن معناها، وعائلته وجهت استغاثة طالب باش يتم الاهتمام بحالته الصحية، معناها من حق مدير رئيسي باش يستعيد حريته ويرجع لعائلته، معناها ما يحصلش هذايا، من حقه في محاكمة عادلة، من حقه في أنه يتضمن له حق أنه يدافع على نفسه، على معناها على مسيرته، على تاريخه، على مواقفه، على سمعته، هذا حق وحق بقية المعتقلين. نحب نقول الوضعية الصحية لعديد المعتقلين هي وضعية ما يبلغ طبعا عن طريق عائلاتهم وما يكتب، وحتى عن طريق هيئة الدفاع هي وضعية تقلق، وضعية راشد الخياري وضعية مقلقة، وضعية معناها حبيب اللوز وضعية مقلقة، حتى الأستاذ راشد يعني بحكم مسن معناها وبحكم يعني معناها وضعيته اللي نعرفه قبل ما هيش وضعيته راهي لا ماشي كافضل ما يكون. احنا ما نحبوش نكون بخطابك الارمون ونقيم يعني نعملوا فزاع ونعملوا كذا، مش هذا، لكن بلاست الاستاذ راشد الغنوشي مش الحبس، بلاست اليوم مع عائلته، بين افراد عائلته، مع بين احبابه وبين اصدقائه، معناها في نهاية المطاف هو رئيس برلمان منتخب وشخصية معناها سياسية وطنية وإنسان وطني وعنده إشاعة معناها يعني عالمي، في تقديري سمعة تونس، المصلحة تونس، الصورة تونس، للأمل اللي يحبوه التوانسة، الرجل ذاك بلاصته مش حبس. بهي حال حركة النهضة طبعا نورمال، مو مع الإيقافات هذه كم متأثر على حل الحركة؟ حركة النهضة هي حزب علني قانوني يخدم في إطار الشرعية، متمسك بوجوده القانوني، متمسك بحقه في أنه يمارس معناها دوره الوطني، يهتم بالشأن العام، يقدم حلول ومقترحات كيفه وكما الأحزاب الكليكة. الجديد أنه النهضة ما هيش باش تقدم مرشح للانتخابات القادمة، هذا قرار مؤسساتنا رسمي، هذا قلت هذا قرار مؤسساتنا، احنا ما حناش باش نقدموا مرشح، وقلنا سنفسح المجال للي يحب معناها يعني للناس، ما نحبوش البلاد تكون فيها اليوم صراع على السلطة، ما حناش نعتبرش انفسنا منخرطين في صراع على السلطة، ما حناش حاطين هدف الآن السلطة والحكم والعودة للحكم وكذا، ما هوش هذا أولويتنا، هذا أولويتها هي عودة الديمقراطية، أولويتها أنه معنا يعود معنا يعني الأمل للتوانسة، أنه وراي الديمقراطية هي أقصر طريق للأمن وأقصر طريق للاستقرار وأقصر طريق للتنمية وأقصر طريق لفتح أفاق للشباب متاعنا.